قررت أن أدرس العربية لأتعلم أكثر عن الأديان والثقافات. قبل الالتحاق بوزارة الخارجية عملت في الولايات المتحدة مع اللاجئين العراقيين، وبالتبع هم يتكلمون بالعربية، وأنا حاولت أن علمت بعض الكلمات بالعربية. أحب اللغة العربية كثيرا. أنا درست العربية في صف في الجامعة، ولكن ما فهمت ولو. أنا كنت أسوأ طالب بالصف وفشلت. أحب اللغة العربية، صعبة جدا، خصوصا أنا لا أعرف اللغة الفرنسية كثيرا قبل أن راح إلى الجزائر، ويوجد كثير من الفرنسية بالدرجة. أول بلد سكنت فيه كان مصر من زمان، أوكي، يعني 2003. عشت في العراق لسنة، في الأردن لأربع سنين، طبعا الجزائر، كنت في المغرب لسنة، وبحب الشرق الأوسط والأفريقية الشمالية. أفضل الكلمة قيلولة لأن أحب النوم. أنا أحب القواعد في الحقيقة، بسبب يمكننا يعني نغير كل الكلمات، ممكن نضيف تاء ويا أو البداية أو النهاية ونغير المعنى. صعب جدا، لأن بعض الجزائريين يستخدموا العربية، وبعضهم يستخدمون الفرنسية، وبعضهم يستخدمون المبلغ مع العملة السابقة ليس مع الحالية. هذا الشيء عجيب، أحبها. كان بزاف، يعني العربية بحر بلا نهاية. نستمر أن أتعامل وأتعلم اللغة العربية في الجزائر. أحب الأسماء العربية، هي مليئة بالمعاني، فأختارنا كمان زوجي وأنا أسماء عربية لأولادنا. في المدرسة كثير من صديقي وصديقاتي تكلم بالدرجة. السلام. يعني كل يوم أنا أسمع السلام عليكم، وأعتقد السلام جزء كبير من الثقافة في المنطقة بشكل عام، وفي الدين الإسلام طبعا. أحب الدرجة لأن الدرجة من الإثار الجزائري. درجة صعبة، يعني هذه السنة ونصف أنا هنا في الجزائر، وأعرف لبس بزاف، صحة، بنين، لا أعرف كلهم كل الكلمات. يعني العربية هي محيط أو جبل كبير، فعندما أفكر عن العربية يعني هي مش الشيء يمكننا ننتهي معه، مستحيل، يعني طريق طويل وبدون نهاية.